ها 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 انا قار انا قار انا قار حليل ليه هكا ليه هذي جرتك تعيط علي مولا بيت وباي هكا سمعي باي هكا سمعي عليك اسم الله عليك يا رسول الله مش ليه حتى توترتني راه اخي شري نهار كل كاشدي طاف طاف الحيط طاف طاف بالمطرق تو طايب ما في شيء في حال وانت نهار كل تدقدق فيا صعب والله اسمعني يا اخي ما تقوليش الدهان جبيل تاع ماجي وقتاش ناوي تجيني تراه يا تاوجي نقعد نلوج عليه نعرضاش بالطبان والزكار زاد ما عطاني كلمه تاوجي نحطر فيا ولا لا حتى فيا العام الجاي باش يجيني فهمتش ليه ما يهمنيش نعمل لك ليه برا مش يشوف اوقف الشوكه وانا نتوج عليه من دبر يا بنتي يهديك ربي تو شنو مش تبعت توجع على المشاكل ولا شبيه يما كلمتك قال لي تو نجي تو يديك وحلتي لي في قرض من هكا قرض تكميلي ومخلوق للعنكول وزيدي من هكا شدد لي في الدهن هذا اخر طلعه تو تو بطلو والله يخسر هكا تو دار جديده مدنا كان هدنا شعندها تو 8 سنين ولا 9 سنين لا شوي والله شوي يا عجبك شي زيد وقتاش ناوي بابا باش تدهن مال بعد 50 عام هذاكش مزيان ها ودي ما تفهم زيد راهو عندنا عرس بابا عندنا عرس راه عرس عرس منو في هالدار كخريني المراه ولا شبيك شكون معرس في الدار وما في بالي شني ما عادش تعرف توا عرس شكون انا شبيك شكون معرس في الدار صرحوا بالمراه الثانيه اني باش نعرس اني باش نعرس وفي بالي بروحي معرس اه لوش عن سيادتك اني باش نعرس يا شكون معرس في الدار يا ولدي عرس لامية عرس لامية نقار لامية جارت لامية ها هي لامية معرس وليش دخل لي فيها ندهم في الدار متاعي يا اخي هي مش تعرس في دارها ولا في داري ندهم في الدار كي هبلتي ولا شبيك لا لا ما مزلت بعقلي ما هبلتش لي انت هو اللي هبلت هي عرس لامية جارتنا الحيط في الحيط ايش معناه تو في العرس مش الناس كل كيف يجوا الحومه ويتعدوا من قدام الدار ويتفرجوا على دار النقار فيه يحشمني ووضحني داري مش مدلوله لا 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 كعيب كيفاش انا نحشمك ونفضحك تو لا كل عرس يجي في الحومه هنا توني ندهن الدار باهي لا ربحت ياتم هذا اخر طلع باش يقولوا اه دار النقار مدهونه يا تكازيك كهبلتي وكلبتي صبي كاستين 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 واحد في القرض العكوشي كذا يجعل نكمل الطرف دهينا مش دهينا يعجبك ليه الدار هاو نقولك لازم تزيد تهنى اصلا ما نحبش الفضايح احنا ما يهمنيش فيك وزدت تحتي مال هاو انت راهو حاطة النسية بتاع الحضرة شو مدخل عشا يوم هنا في الدار في الحوش لا ما قصرتيش نحب نتهنى من داخل ومن من برا زيد خير على خير عاد خير على خير عاد نعطاها اللم يا خير هذا خير طلعة تو يعجبك تو الحديد تو هي تعرت وني نتهرس شبيك هبلتي يا مراه صبي صبي كستابك هنعمل طاطا راسي وجعني يعني انت ما تشوف اسمعني انا قاره ما قلتليش كيفاش خديت القرض خلوه نقعد نعاود لك 100 مره ما نودك راني خديت 5 ملايين بالقصاصات والاداءات طلعوا في يدي 3 ملايين بالضبط خديت 3 ملايين اي قداش ترجع الراجع محسوب الراجع 10 ملايين بالاداءات وكل شيء 10 ملايين بالضبط جرب خديت في يدي 3 ملايين ومش نرجعوا لهم 10 ملايين باهي باهي ماهي خذيت 3 ملايين ومش نرجع 10 ملايين بيه هذا ما يعملون يدهنون الدار ويفضلوا واللي أفضل منها نزيد نعمل به الفيونس للكوجينة شنو 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 أنا فيونس زاد أنا فيونس أسمعيني ما ظلاش عاد تخدمي في مخك لا الكيبر معاش فيها راني طبط قلت لك راهو اللي مش يفضلوا باش ناخذ بهم موبيلات على الأقل ندور بها هني نحوس بها هني شنو فيونس هالجي ودي لازم نقد الدار خويا نقار عنا عرس عنا عرس عرس امك عرس 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 يشبك شدت لي في عرس تو الصباح والربا كلبت ولا شبيك شنو عامل لهني لم يتعرس ولا لم نعرس هذا خير طلعه تو طفت وردات المشون في عرس لم نقعد نتفرجوا وخذ لي قديال يا زهو خلنا دهن الدار تاعو نبدو وحده وحده بعد اللي عمل الله لي شكون اللي جاي تو ندريني خلي ادخل السلام عليكم. سلام اخويا مرحبا. سلام شحوالك لاباس؟ عسلامة مدام لاباس شحوالك؟ صباح شحوالك لاباس؟ نقعدوا نجموا. تفضل مرحبا مرحبا. سامحني يا. نظيف نظيف خويا. شوف 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 زعما برا جيب دبوس الجفير تو ننظفوا بالجفير. لا صباح صباح. تفضل. وينكم لاباس شحوالك؟ صباح. شكون هذا زعما؟ ما تعرفيهش. منين نعرف اخويا منين نعرف؟ نسألك مرحبا يا اخوي
ما عرفتونيش صو. تطلعش خطيب لمية. يا توقف توا كي تخرج في راس الناهج مهني، هاي الدار اللي بجنبنا تو تلقاه. يا ودي انا لمية نتاعك، انا مانيش خاطب. وحتى العرس حالف على ماذا بوه. والله العظيم. ولا حرام لا ناخذ. اقسم بالله العظيم اللي انت الراجل. هات نبوسك. هات نبوسك. اي جهلي يا رحم والديه. والله احسن ما تعمل. اقسم بالله العظيم. سيب الراجل اسكت. والله العظيم. خلنا نفهم الموضوع ودي اسكت علي. والله احسن ما تعمل. سيب عليك مدلع راسك مدلع توالي. الخرات اللي بتعملها في كرومتك. اسكت. والله خليك عازم. انا راني مزروح. ما عنديش وقت. والله فضيت روحي بالسير. ايه ما عرفناكش راه شكون اخويا. ما نطولوهاش وهي قصيره معناتها. شنو تحكي هكا اخويا؟ خلينا نطولو فيها وهي قصيره ولا نقصرو فيها وهي طويله. لا قصدي ما غير ما نطولها خاطر الكهرباء تستنى خليتها قدام الباب ومزروب شوي. شكون؟ انا اخويا الدهان. الدهان. مرحبا اخويا مرحبا. حتى حنين نستنوا فيك. كان هذا الدهان من اللي كيفاش؟ انا اخويا تنجم تصل علي. انا عندي خدمه محترفه. لا ولا ما غير ما نسال عليك. لا ولا كان تحب تسال اسال. كنا لما غير ثقني وخير. نخدم زاده للكبارات. للكبارات الصحاح. بعد هنا ماناش كبارات. ساعات نتواضع. بمزيتي والله بمزيتي نخدم للصغار هكا اخويا. الله يرحم والديك يرحم والديك. نجم تصل عليا حتى للوالي. الوالي؟ والله دهنت للدار تو عندي جمعتين ندهنها في الدار بتاع السيد الوالي على البحر الدار بتاع على البحر. نجم على البحر اخويا احنا هذه الدار نكتب فيها على الواد. يسكت 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 حاط برايك نمشي للوالي ونقابله ونقول له الخدمه كلها مختار مختار كلها مختار الدهان شنو الخدمه اللي خدمها لك؟ شنو الخدمه هذه حد نيتك انت؟ تنين ولا حتى نقابله باش نقلس على الدهان. اخويا ما يسالش بتخدم المهم دهان هذا حوايج بيه وهذا كان حبيت نوضح لك خدمتي نظيفه ما عنديش معناتها لزين دارينا شوي وما نبعدوش على بعضنا نخدم على خدمه يعني. محترفه راني فهمني ونخدموا ثقه واموري اموري واضحه. مرحبا بيك هاك تشوفها في الدوله هاي قدامك. اما باين فيها الدار مسخه. بارك الله فيك اخوي هذا خير طلع تو. لا قصدي ايش معناها مسخه؟ ايش معناها؟ قصدي معناتها الحيوت مش عنده برشا ما دهنوش. اخوي تعرف هي راهي عند حكايتي هي 10 سنين ما دهنتش. هذاك يحبوا يدهنوها على قاعده. ظاهرة معناتها. تعرف نحبها نحبها من برا خضرة ومن داخل تعملها لي حمر. بلا يسكت يسكت. دلاعه وهذه خير طلعه. بلا ما تاخذك يا بختي اسمعني نحبها هكا كليك البيبان وشبيك تعرف لي فرد فصان خرجهم لي كل فصان واحد وكلهم ياكلوا. على الابيض فهمت كلهم يطلعوا كلها بالابيض كلها بالابيض صارت فصحهم. ليه ما تاخذش على شي ما فيه في الابيض ليه في السبيطار حنين الراك فيا الراك فيا ليه قلت لك ما تعرس والله انت الراك انت الراك سايب عليك من العرس. انتم انت واش تحب يا مسي انت انتم تفاهموا في بعضكم هذاك في الكولير من بعد نجموا نشوفوا. انت قلت لي عندك ثلاثه بيوت وبيت صاله باهي ما شاء الله معناتها كبيره شويه الدار. باهي. اي تحب معناتها شنو تحب الجرافيتي ندهن لك بالجرافيتي من برا. اي بالجرافيتي يا بالجرافيتي. باهي تحب الجرافيتي معناتها من برا. هذه جرافيتي شو فهمني هذيك خلينا نفهم ودهينا كيفاش ولا. جرافيتي هذا غالي شويه اما سبيسيال هو فهمني يكبش ينجم يقارن معاك حتى 10 سنين يمشي. مش عندك فاه الفلوس عندنا الفلوس موجود نحب الجرافيتي. اما هو غالي شويه راه. ميسيرش ميسيرش الفلوس موجود. معناتها ندهن لك بالجرافيتي من برا. اي خليك من برا كلها جرافيتي. لا من برا ومن داخل نحبها كلها. يا خلي من داخل جير خير. لا 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 جير اش نقول؟ هو راه سامعني راه ما يجيش من داخل هو يجي كان من برا. مسالش يا ولدي مسالش مفلو فلوس موجود نحبها من داخل مول برا بالكرافيت حتى البيبان والشبابك نحبهم بالكرافيت. باه كرافيتي كرافيتي ما شاء الله كلها كرافيتي البيبان زاد والشبابك الكل نحب على قاعد قبل لا يا خويا بجهر بيعملوا لها كرافيتي هذا يعملوا لها كرافيتي خلينا نشوف شنو حكايتها الكرافيت. معناتها ما شاء الله كرافيتي كلها ما شاء كل كرافيتها الكل بر من داخل ومن برا من داخل ومن برا. باه اوكي طبي لك الثاني المهم تو نجوا للصحيح طبي يا زاو الثاني تو نجوا للصحيح خويا تو المفيرة أولا وافقة وعقبها سلمت. اخزل وجهك خير من الفلوس. احنا ما خدمت الكبارات وخدمنا نداري الزوالي نداري. اش عندك ما نهربوش ما نهربوش على بعض. باش يقول لك اسهل علي زاد. لا 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 نعرف نعرف وخير باش. ما عندي حق تاخذ على اخر فرنك. باهي يا خويا انا نداري خويا ما ثم حتى مشكل. قول لي وقتاش تحب تبدا وخويا وتفكر بوقت. كنت نجم تبدا حتى اليوم ما ثم حتى مشكلة. لا نجيب شويه السلعه الساعه انت قضيت السلعه. لا نزلت ما خذيتش. تولي تمشي معايا وانا نجم نبدا لك غدوه. اييه تمشي معايا نقضي لك السلعه وروح بها وحطها هنا هاي الكهرباء موجوده تولي تزرب روحك وتحط السلعه برا معاه برا خو زي خلينا نبدا حتى ما غدو
تاخذوا غدوه تحبوا تاخذوا غدوه تاخذوا اليوم ولا غدوه كما تحب. المهم خويا نحبها على قاعده بانا تمشي معي تاخذ لي السلعه تاخذ لك السلعه وتعطيني افونس تفتوفه معناتها باش نتصرح ايدي تبسيطه وبرا فهمتني موجوده الفلوس افونس نعطيك افونس 100,000 ولا 200,000 مشي بهم روحك وبعدين هو الحساب بين بعضنا اخويا شنو 100,000 انت تقيدوني نقيد شنو افونس 100,000 ياسر لا لا مثال والله يغلى على اخوه والله لا والله لا ولا ما تاخذ 100 والله مثال خير يا ولد ايش بيك انا 100 تو مازال تحكي ب 100 مالك قديش نجيب لك الماتريال ونجيبوا السرير ونجيبوا السرير وياك باش تركض لي هنا راه عندي السرير ببلاص يا ولد السرير نتاع باش نطلعوا به باش ندهنوا تو صعبه سهله ايه قديش السرير ب 100,000 تجيب تما ب 20,000 يا خويا هذه السرير على عيني تو نجيب انا نكري لك راه بونجي تعطيني تفتوفه انا مش طالب برشا تصفقه تفتوفه ومن بعد كمل في عقلك باش لا لا كنت كمل الخدمه كمل الخدمه كمل خلصني باش حقه باش ياخذ تصفقه راه ما يجيش ترى ولازم تصفقه ما دي برا هات لي جي ما نهربوش على بعض هات حتى هات حتى 3 ملايين هات شنو قديش رمالة معلم تصبقى برا 3 ملايين تسمعي ها عاد هاتت للبنك هو خذها القرض هو واخذ شنو 3 ملايين وخذ معلم شوي راه كلها مش تدنا جرافيتي راه ايش جرافيتي تبع بالكاب اخي هو الجرافيتي نورمالة في المخ ياسر شنو هياتي دي هو العرس بتاع لمي وما ادراك ما لمي ما تكلفش 3 ملايين ليه دار دينها ب 3 ملايين يا دي تصفقه 3 ملايين شبيك يا معلم ما لقيتهاش الدار شبيك راهي كلها جرافيتي ايش هددت فيك جرافيتي جرافيتي ثلاثه بيوت وبيت صاله وش ادنك من برا لا حيوت كلها مش ردنها لك والشباب كلها هاي الكل في الكل قداش تتكلف انت ما تكلف بخلاف السلعه طيب ما معناتها توصل لك 9 10 ملايين شنو 10 ملايين او اخيه ياسر تدهينا هنا راه مشوم لا يدال لا يبني جرافيتي راه من داخل ومن برا شبيك ياسر 10 ملايين نهار مبروك لا مش ياسر 10 ملايين لا هو بيع عاد 10 ملايين دهينا عاد ربحنا عجب والله هادي جرافيتي راه شاد لي في الجرافيتي جرافيتي اخويا اعطيهم لي هال 10 ملايين واجي اخوذها هالخربه هذه الدار هذه اجي اخوذها ومعها زهر ومعها عرس لمي ومعها لمي باينش هك 10 ملايين وقتك قديش 8 سنين وانت دخل فراس فراس عايزه نقار فراس خش راي هذا يعدين تيما ما تاخذش راي اسمع نحبك انت الكل البيبيال وش بابي كل يجيبها لي في اللابيد فرد فصون ليه فصون كل ابيض شبك تيما مش مهم تجيبوا لي بالطياره هليكوبتر تحطوا لي سنين شهر رمضانكم مبروك علينا وعليكم وعلى امه محمد نصرتو في النص الثاني توم تاع شهر رمضان يعني رمضان من تو هذا هي النص تو اليوم رمضان هذايا بعد تونجي ورمضان قبال هذا خذا لنتريت نمشي على عكاز فهمتني يعني سايب ياسر كيفاش في كل شيء في الغلاء فهمتني في يعني حتى في الجوده ماهيش موجوده كما كانت قبل فهمتني الاسباب انت معناتها صاحب مهنه معناتها اللي هي في لب السلام عليكم يعني الاسباب الكل هي اسباب الحكومه السلام عليكم الحكومه هي وعليكم السلام هم برم بهيمه ما نقول هذا هذا بهيمه لا دقيقة باش نكملوا مع السيد فيس اخويا اي يعني اسباب هو الاول اول سبب اللي فيها هي اخويا اخويا راه خلينا نحكي شوي انتوا تلهبي فهمنا خلينا نتلاو مع الناس هات ما تكلم تفضل لا خاطر البيم هو مكتوب خيالي هو شنو مكتوب بالبهيم الحمل بهيم انت تبيع في الحمل بهيم نبيع في البهيم مؤخرا مرخص ليه باش تبيعه مرخص ليه مرخص ليه وقت الشيء ذاك نحن نشوفه في شنو الفرق من البهيم طيب تروح تطلع شنو اللي من بيناتك وكان جبت الدين لي انا ايش تاعي الرصابه تونسي ايش كبير انا اطلع مصدق يا ليه شعب مصدق من ما قد البي اذكى شعب هو اللي ياكل في البهيم توا والله والله ذوقك تو شفت باش تولي عبقري ولدي كل مره ياخذ من عندك من هنا باللحم ويقول لي سوسيسو وهو انت بهي ثلاث سنين ثلاث سنين يعدي في الباك ومدوب هك منك انت؟ لا كم عليك تبيع في البهيم انت ولا حرام خليتناش نسمو رايدين يا حبوب
يخدم لا يخدم. يوفى من خادر شغل يحاسبك. هذاك قديم ولا جديد؟ ها؟ قديم ولا جديد؟ زلمه قديم ولا جديد؟ ما نحب نشوفه هو ازرق هو. ازرق حتى تشوف زروقيتك انت. لا لا دور يجينا. دور يجينا. متلوث. كيف كيف؟ متلوث متلوث. لا دور يجي. ولا متلوث. والله ازرق دور يجي. سلام عليك. فهمتني. ناحي ايديك نصحك شيء خلي قال. نطلوا برا. طلش طلش طل 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 برمك لي باش طل منه. هنشوفه برك. هذا سالي عني بيه. عطينا قيشة نشوفوها. فاتر. لا شمو شمو. ذوق له قيشة. مش ذوق له قيشة هاي تو ذوقه. مش نذوق قيشة. تو ذوق أمر تو تو ذوقه. أزرق أزرق. أزرق أزرق إي. وأنت يكحل أنت. فهم. لا هنشوف. سيب يا ولدي يرحم أبوك. خلينا رايدين. خلاص تبرنا. هنشوف يا ولدي ما تشوف شيء يرحم أبوك. أوه. تحب ندخل في الفريجيدير تو تولي ازرق بيم 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 انت بتاع بيم تاكل بيم تعرفوا البيم شو انت تعمل لي حسان 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 مو طلع بيم يا زلمه واحد تاكل سايب لحى يدك يا حبوب خلينا رايدين اخويا منين من هبط لي بجرب بدي هبط عليه انت حل حلوت مش نجري ايش بيك شنو المشكلة اي حل حلوت زي بس تعمل لي فيها كراكوز ايش دخلك انت؟ ولدي هذاك اه ولدك ولدك مين؟ ايش تقول؟ ايش ولا بريجاد ولا فيها يا ابني خلينا نشوف يا ابني والله طبيت في الفريجيدير هيا سوى تو بيك بتبيعني ها يبعد لحد بيعني البيم بالسيف يبعد محمد مبروك بيم يا عباد ربك يبعد كلمة يا رحم ابوك سايب بشوي ما كارينيش انا يا شلون هو قال لي كيري انا ما نبيعش فيه الاحصان لا قال لي بعت لك احصان قال لي بعت لك احصان وهو باع لي بهيم بين السكك البهيم والاحصان بارك لنا بارك لك احصان بارك لنا يا وين 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 الاحصان ايش توريه يعرف منه توري فيه الاحصان حرام عليك حرام عليك ايش اجمل ارجع حرام عليك يلا حرام عليك لا حرام عليك حرام عليك تبغل ذاك ولا مغل سكك مغل ولا مغل عطار ولا مغل حرام عليك ثلاثة اهدى شبيك يا صحيبي؟ يبيع في البيت يحب يحط لي حساب بالسيف. يا على البكشي. هكا. بغل يا سيدي ذاك حتى. يرحم ابوك. وين نمشي؟ يبارك لنا. خلينا نحب الحب اللي عملته لنا تو. فهم. فهم. هكا. لا عيب. شيء يبعد غير. جيت على البلاكة فيها بهيم وحصان. لا. وغيري ما يبيعش في الحصان. ما يبيعش ما تتسبانش. انت جايبك جايبك انت. تو المشكلة بيني انا وودي دخلك. ايش دخلك انت ايش دخلك؟ ايش دخلك؟ ما تسامحكش لا لا ما تسامحكش ايش دخلك انت؟ كمل برا اكتب على روحك راجل كبير وكان فهمتي ولا لا يخدم تجي روحك اخويا يرحم ابوك يرحم والديك عايشك عايشك كلنا كلنا خلينا نكتب ويرحم ابوك لو بيه لا انا نحب نشوف البريم راس البريم ليش سبع زيت وسيب لك لا 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 نحب راس البريم والله يجيب لك بهيم انا خالتك لا لا نحب راس البريم هكا شفير كيف كنت مانيش فرعون انت لهنا مانيش فرعون يبرخ فيا كينا وانت وانت فرعون انت بيه فرعون عليك ما تعيطش ما نمشي كينا نمشي علينا ما تعيطش ما تعيطش ما تعيطش ما تعيطش ما تعيطش شنو حكايه ما تعيطش شبيه هذا اللي عيط يا شبكش يا خويا برك طيب طيب خل نعيط عليه اللعبة الكل خل نعيط اللعبة الكل تو هذيا مشكلة هذيا برا خويا كينا يرحم والديك ما نمشي طيب برا يا ولدي انا ما عندي من دور الريح وحتى انا ما عندي ودي دور الريح ولا مشي كينا يرحم يا عبد الله رمز على عبيد يسايق 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 اشبيك انت اشبيك داخلك انت داخلك سايق هذيك دخلك يا ولدي سيب 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 نجم ناخذ معاكم كلمة؟ يا مولا امشي اعطيني خلينا نمشي على روحي جيت في التلفزيون اوكي شكون انت تنجم تكلم معانا؟ نجم ناخذ معاك كلمة؟ قرب لنا شوية لهنا على الميكرو هاي سي بون شنو الأجواء في رمضان؟ والله الأجواء كتشوف فيها عاملين برومسيون في القوطة وفي الجبن ونخدموا والحمد لله ما
هاك تشوف الصحه وكل الاقتصاديه ما خلتنيش ناخذ مع روح. كل ما حاجه اجباريه هذه باش يراقبوا زاده الفاتورات وعندنا كل شيء. المشكله في الفاتورات هذيك امور معناتها تتبع الجبيه، اما امور صحيه هذه امور صحيه. السلعه امريكا اللي عاملين فيها بروموسيون كل شيء رخيص للزوال، احنا مشكلتنا نخدموا ديما احنا زوال ولا ديما نخدموا على خاطر الزوال. هذيك هاك تشوف امور مواد الاسوام والله رخيصه، والله بالنسبه لنا احنا اقسم لك بالله ارخص عبيد ربي في المارشي لهنا، عاملين بروموسيون الاسوامات بالعكس نقصنا فيها، كان جينا احنا زدنا في السوم الناس نقصت الاسوام على خاطرنا نحن، فهمتها كيفاه؟ معناها لو احنا زدنا في السوم الناس الاخرين راهم زادوا في السوم. هي السلعه غليت، هي راهي السلعه غليت، تو السلعه مفقوده وكل شيء غلى ومن بعد الثور. اي مباز والله هذا ثم بالنسبه للجريير من برا، بالنسبه للجريير من برا، بالنسبه للجبن من تونس معناها. لا كثرت ياسر الغشه في رمضان. كيفاش؟ الغشه ياسر في رمضان. اي ثم الغشه هي ما موجوده برا. اوه شيء كبير الغشه. لا نحكي مع التلفزه. فوش تغش اخي انت هو غشيش شكون فوش نغشوا احنا؟ اي كثرت الغشه في رمضان. اي شنو نغشوا نحن نبيعوا كل شيء بالمكشوف ها وقوت جبن مزارلا كل شيء مراوات. ما مخلتها بشويه فارينه تولي مدوريله. نفهم بها من نصب الفارينه؟ نفهم بها من برا. برا ودي يرحم والديك. كواش هو يخدم كواش. برا ودي يرحم والديك. يخدم كواش ما دام تحكي بالفارينه. لا يخدموا بحقيقه مش على حاجه. كيفاش كيفاش الغشه بالفارينه ما فهمناهاش. خلطوا كل الجبن هذاك الملح هذاك الديشي الكل هذا يكون الديشي هذا يكون. فهمت؟ الديشي هذا الكل. لكن دي شيء هذاك الكل يخلطوه بالفارينه باش يولي يرزن اكثر وقت. هي 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 المشاكل تعمل فيها يا ودي ضايع مريض تفرج لا غير ما تقول لي قطهر بخطيه فبر بعد يا ودي يرحم والديك بر امشي يا ودي لانصرف اعطيني اخويا اعطيني ما نحبش نشري ما عنديش لا تبيع لي بالسيف محل عمومي محل عمومي محل والرايب الرايب نتاعك عليه باكويت شطر كيفاش تعرف؟ اي ما كيفاش تعرف؟ يخدموا به الباب يخدموا به عليها كيف؟ عليها تضرب عليها تضرب نشكي بيك راهو تفهم ولا نشكي بيك والله نشكي بيك نشكي بيك نشكي بيك نشكي بيك والله نب عليك نب عليك نب عليك الحاكم الكل هات 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 الحاكم نب طيب طيب ايش دخلك؟ طيب ايش دخلك؟ هذا ايش دخلك؟ طيب معاه معاه بشويه دخلك انت دخلك مش شوية ديما عندنا مشكلة هنا في الريزو باش نحلو الديريكت تو كيما وعدناكم خرق حط تليفون ما في الديريكت صباح كاكا يتلمدوا الناس كلها تلمد في الديريكت تلمدوا الناس كل تلمدوا باه نستناكم تلمدوا شوية باهي معكم الدكتور حمدان الكشباطي اخصائي معناتها في علم الجراثيم خاصة معناتها الجراثيم المحلية والجراثيم الوطنية نعرفهم والحمد لله جرثومة جرثومة هذاك علاش كيما وعدتكم ان شاء الله طوال ايام الحجر الصحي باش نونسكم وباش نعملوا دروس مع بعضنا من غير ما نخرجوا من الدار كل ليلة ان شاء الله مع التسعة مش تلقوا معناتها الدكتور حمدان الكشباطي مش يعطيكم دروس مفيدة حول الكورونا وكيفاش نقوي أنفسنا من الكورونا وأصل للكورونا من جات وش نتعمقوا في الموضوع هل الوباء ضاير خطير بتاع الكورونا باقي نستنى فيكم باش تتلمدوا خاطر مازلنا مش قاعدين نشوف في نسبة مشاهدة كبيرة فما زوز أكاو هاي تلمدوا عاد باش الدرس مفيد راهو للناس دكتور حاجتي بيك حاجتي بيك حاجه كي حاجتي بيك سي انا قاري انا قاري
نعم في فيديو في المباشر. باهي نتلمدوا الناس كلها نتلمدوا. راهو درس مفيد هذا كل ليلة إن شاء الله طوال أيام الحجر الصحي مش نعطيكم درس مجانا للعموم للناس كل. قداش وصلت؟ عجب كانوا زوز مشاهدين ولا مشاهد برك؟ تشبيك تخلو يا دكتور؟ هنيا كنت نتفرج فيك خليت وجيت لهنيا باش نكلمك. ما عاد قعدت كان انت تتفرج في روحك تو. صار انت كنت تتفرج فيه؟ اي هنيا كنت نتفرج فيه. اي شبيك انا قار. ايش انا من قد ما تعمل؟ انت نعمل في درس للعباد انا قار درس مفيد للعباد شبيك تو. تو انت عامل بالعاني؟ ما تعرفش حتى الدرس وقتاش تعمله؟ تو الناس مش يتفرجوا فيك. عليه؟ هادي تو جبته في الوقت بالضبط مع الناس نرمين صفر، فرد وقت التوية. يمالي ومالي انا مش قدبلهم درس في نصائح طبيه في وهذه مجانيه مش الناس تقي انفسها من الكورونا عشان تقني في نرمي صفر انا قا العباد لا هي بالكورونا هي هذه العباد لا هي بالشطيه مش تسيب نرمي صفر وتخلي شطيح وتجي تفرج في نصائحك انت بلا حب الصراحه نمشي نقول لك ما هوش اسمك حتى حد علاش ولا اخترت القرايه اللي قريتها ولا اخترت القرايه يعني نقول شو خسرت القرايه اللي قريتها ما يسمعونيش ليش نكذب عليك ليه نتفرج الطرف قلت الدكتور مش يرد روحه ضحك هذاك على جيت انا يردوني ضحكه دكتور يردوني ضحكه يا ديت مخلو ديالك يا عجبكش شنو يردوني ضحك ثاني نقول مش قدم لهم دروس مجانيه مش نحلل لهم جرت لهم قدم لهم شنو تقدم لهم دروس مجانيه قداش قداش من واحد تو قداش انت شو تو تلمدوا كانوا زوز ولا واحد برا يا دي ماني ني جاتك يا دكتور يا دكتور اسمع قصه كيفاش قصة انا قارت او الناس وعدتها باش طيب شهد صحيح انت تحب تلبد الجماعة يبت شو دخلني في نرمين صفر والله ما تقعدوا كان في الصفر شو نرمين صفر تاني مش قدم دروس تقولي نرمين صفر الشعب هذا يحب الشتية تشبك ما تفهمه شو يحب الشتية يحب الشتية يحب يقاوم الكورونا بالشتية بالله وال يقاومها بالشتية ها انا مش عطيهم دروس مفيدة وتقولي معناتها اسكت انا قال تو يتلمدوا بشوي غير مازالوا ما يعرفونيش انا قال تو يتلمدوا هسا لا تطلع حب تلمدهم انت اتلمد يا حاب تلمدهم؟ يا نقار هذيك لحظة هاني جيت هاني جيتك هاني جيت لحظة يا دكتور كمان هاني جيت لحظة وين ماشي يا ودي وين ماشي؟ باهي نرجع احنا لا علينا نرجع هذه ظروف المباشر باهي نرجع للفيديو نتاعنا الناس كلها نحاولوا نتلمدوا مع بعضنا باش نسمعوا هذه نصائح مفيدة راهي دروس مجانية أنا سيبت العيادة نتاعي وحبيت نعطيكم معناتها طوال ايام الحجر الصحي حبيت نعطيكم دروس معناتها كيفاش نجابوا الفيروس هذا لخطير يعيشكم الناس كل على الاقل لازم نسبه مشاهده ما تقلش من 5000 على الاقل انا معناتها راهو على خاطركم عملت الشيء هذا باش كل ليله ان شاء الله مع التسعه نعملوا فيديو ونقدموا نصائح خاطر فيروس خطير قاعدين كل مرة نتعدوا معناتها المرحلة ما أخطر احنا ممكن تو باش ندخلوا في المرحلة الرابعة الله لا يقدر ومعناتها باش تولي برشا مشاكل وبرشا الله لا يقدر برشا وفيات ولهذا معناتها تبعوا النصايح نتاعي وسيبوا عليكم من فيديوهات بتاع نرمين صفر سيبوا نرمين صفر وتابعوني عايشكم هاي وين شنو ثلاثة يتفرجوا ثلاثة تتبعوا عاد بسيب العيادة بتاعي وكذا طو ثلاثة برك تتبعوا فيها يا ولادي سيبوا نرمين صفر تبعوني اسمعوا النصائح قبل فوات الأوان عجب هاكا نسبة المشاهدة دكتور اسمعني اسمعني شوف في نسبة المشاهدة طو شوف شنو هذا اللي عملته انا قاعد شدك شدك التليفون شد التليفون شنو اللي عملته في روحك حط لنا عاد حط لنا هاي حط لنا شو نحط لك؟ يا عاد تطلع نسبة المشاهدة يا دكتور خلي الناس تاخذ المعلومة ونفوتوا العباد كيفاش باش تطلع نسبة المشاهدة؟ مش فيها تطلع بالشتية عجب والله شو بالشتية شنو البسطة؟ روح يا دكتور حط يا دكتور حط شو نحط لك؟ حط هاي يا دكتور انزل عاد ينزل عاد ننزل عاد يمشي عاد نسبة المشاهدة ها يا نقاط تو درس ولا لا اشتريح تو هاي شوف نسبة المشاهدة يا دكتور شوف يا رقار درس في الكورونا هذا يا رقار والله النسبة طلعت والله طلعت النسبة بطرة مرة رقار يا حوات على الكورونا ألف حوات على الكورونا يا رقار والله النسبة طلعت ايه قديش يا دكتور 2000 وصلت 2000 يا رقار ايه يا حوات على الكورونا يا حوات على عبد الكريم يا حوات يا رقار وصلت 5000 بالحق والله طلعت النسبة وقفوا قاعدة تطلعوا
تطلع الناس بتاع المشاهد يا لقاء برا واصلك هكا بركه يا دكتور روح يا دكتور يا دكتور روح يا لقاء طبيب راني قاعد يطنطح في العباد راهو يوقف يا دكتور يا لقاء راني طبيب يا دكتور ياك شبات يوقف عاد مش راتهم درس الكورونا والله طلعتها نسبة المشاهدة يا لقاء الله يعطيك الصحة كيفاش تروح ها 10000 والله يا قهر 10000 انت حبيبي انصحهم دكتور انصحهم والله يا 10000 ها يا دكتور انت والله طلعت تسمه المشاهده يا قهر يا دكتور اشطح وافتح يا دكتور اشطح وانت اشطح وانت كتبوا لهم درس على الكورونا 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 لازمكم معناتها احنا ما تخوفناش الكورونا لازمنا معناتها نشدوا ديارنا نشدوا ديارنا الناس كلها تشد ديارها شدياتكم شدياتكم ايوه الكورونا ما تخوفناش يا لقاح لا واحد الدكتور منصح الكورونا عمرها ما تخوفنا شدوا ديارنا وخاو الناس كلها تشد ديارها الناس كلها واحده واحده شدوا ديارنا ونقوا انفسنا من الكورونا وتشرب الماء سخون ماذا بيك وغرغرة هاي اللي فاده ونجي هاي اللي فاده يا ودي بالحوت على الكورونا الكورونا عمرها عمرها ما تقلقنا احنا التواس شدوا الدار نعطيكم نصايح مفيده على الكورونا هاي بالحوت على هاي سايبوا نرمين الصوار ويجيونا في المكي بالحوت عليه ايوه ايوه